انا اول مره يعني انا اشتغلت في الوسط الفني مع فنانين كتير، بس ما اعرفش ان في نجم لا يتقاضى اجر عن شغله، يعني عمري ما سمعت فعلا. لا، السؤال افتكر كان يعني المجامله، يعني لاسل. يعني انا حضرتك من النوع المجامل، يعني مش مهم الاجر قد ما مهم عمل، اذا كان بالنسبه لصديق او بالنسبه لانسان قريب او بالنسبه لاي حد في احتياج او فانا عملت كتير، ما فكرتش ابدا الاجر ايه او هاخد او ما اخدش او